وللحديث حول تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية، ينضم إلينا هاتفيا المستشار محمد الأجرود، أمين أمانة حزب حماة وطن بمحافظة كفر الشيخ. يعني بعد التحية، كيف قرأت الرسائل التي بعث بها السيد الرئيس والحديث بشكل صريح ومباشر أن مصر لن تخذل أمتها العربية ولن تخذلها أبدا؟ حقيقة الأمر يأتي خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الليلة وسط مرحلة تاريخية جد خطيرة وجد دقيقة، قد يترتب عليها مصير ومستقبل المنطقة بل والعالم بأسره. هذا الخطاب المتوازن الشديد الدقة والذي تناول كافة جنبات الموضوع محليا وإقليميا وعالميا تاريخيا وجغرافيا لا يؤكد مدى قدرة مصر وقيادتها الحكيمة على استيعاب تداعيات المرحلة التي نحياها. لا يستطيع أحد أن ينكر مدى ما بذلته مصر في سبيل القضية العربية منذ عام 48 وحتى الآن، وما قامت به مصر في خلال هذه الأعوام من التصدي لكافة المخططات التي تهدف إلى تقسيم المنطقة منذ معاهدة روجرز ومرورا بكونديليزا رايس والشرق الأوسط الجديد وتقسيم المنطقة وما إلى ذلك من أمور حتى وصلنا إلى عام 2008 وما تم فيه من محاولة الدفع أيضا بمحاولة إدخال بعض الغزاويين إلى سيناء. كان السيد الرئيس دقيقا فيما يتعلق بمسألة مدى قوة مصر على حماية حدودها، إلا أن السيد الرئيس أشار إلى أنه لابد من تماسك القوى الداخلية خلف القيادة السياسية. صحيح. تلك القوة التي لم يتأخر الجيش المصري في تلبية طلباتها حين طلب عام 2011 في أكثر من موقف، فكانت القوات المسلحة المصرية وبحق ملبية لطلبات الشعب، فضلا عن أن الشعب المصري لم يخذل القوات المسلحة وقواته طوال تاريخها، ذلك أن عقيدة الشعب المصري وعقيدة القوات المسلحة المصرية القتالية مستقاة من باطن هذا الشعب. أيها الإعلام المتميز، انظر إلى المنطقة من حولنا وحزام النار الذي أشار إليه السيد الرئيس. صحيح. في هذه الأحوال تقف مصر مرفوعة الهامة والقامة آمنة تستقبل 9 مليون من الضيوف. التعبير الراقي الذي قاله السيد الرئيس، لا توجد مخيمات يؤخذ عنها تعويضات أو يؤخذ عنها معونات أو يؤخذ عنها كما هو موجود في بعض الدول الأخرى المجاورة، لا يؤكد أن هذا الأمر يختلف اختلافا جذريا. صحيح. عما يحدث في الأراضي المحتلة خاصة غزة، لأن ذلك يعني ضياع القضية الفلسطينية. صحيح. التي لم تتأخر. وحتى السيد الرئيس يعني وصف ذلك بأن يعني نزوح الفلسطينيين يعني يساوي أو يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل مباشر. أشكرك شكرا جزيلا المستشار محمد الأجرود، أمين أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ.